كنتش اسمع من الاول، وعرفت انه غنى ماهر غنى يا نبي سلام عليك. الاغنيه دي كانت سبب في اني التزمت بصلاتي. ما شاء الله دي عليه الصلاة والسلام. هبه من مصر. الحمد لله. ماهر لما بتسمع حد يقول لك انت كلامك واغانيك اثرت فيا، غيرت من طباعي شويه. هو شوف صراحة ما بعرف أنا إذا قايل هاي كل مرة بقولها يمكن، بس فعلا يعني شوف الواحد يعني بس يشتغل في مجال بيصير عبارة عن شغل بالآخر. يعني أنا مثلا بسافر وبعمل حفلات وبعمل ألبومز، بيصير الواحد يعني عبارة عن شغل، بينسى الواحد صراحة. الواحد لازم يجدد النية على طول. بقى أحد أسباب تجديد النية هي بس الواحد يسمع الكلام، يسمع يعني قصص الناس كيف فيدباك. يتأثروا بالضبط، الفيدباك تاع الناس كيف أغانيه مثلا عم يأثروا فيهم. تسمع يعني أي شيء صراحة. في كمان غير المسلمين بيسمعوا. في مرة سمعت كان في حد في المستشفى تعبان وغير مسلم، وشدي رسالة إنه كانت الأغنية إن شاء الله تريحه. يعني شوف قصة مثلا، لا ما تقلقش، احنا عندنا مستمعين مسيحيين كتير جدا بيطلبوا تمام اغانيك، يعني الحمد في لله. يعني اكرم نبيل تحديدا بيطلب يا نبي سلام عليك كل ما يتصل ما بيك، شاء الله ما شاء الله فيعني الصلاة انت والسلام. ما محبيك من هو كل يعني مثل الناس. ما قلت لك، يعني أنا بس الواحد يعني يصير عبارة عن شغل بينسى بس هذا الشيء بيخليني إنه الواحد يعني بيساعد بالإخلاص. يعني كيف الواحد قد ما فيه على طول أنا بجدد النية، يعني بينسى صراحة. الواحد بيعمل حفلات وبيروح بيسافر وبيتعب وبيصير بس شغل شغل شغل، بس يسمع هيك شيء يعني بتعطي انرجي، بتعطي انسبريشن. عارف كيف بتشوف إنه فعلا الميوزك عم يأثر بالناس، مش بس عم نعمل ميوزك بس بزنس وهذا كله، لا في هدف، مسج والهدف هو اللي كان من الأول. بس الواحد بيرجع يجدد النية عشان يخلص النية. مبتدأ دوت كوم